السلام عليكم. حنبدو في تكملة الجزء الخاص بـ DNA replication. تمام، وحنتكلموا على الـ direction of DNA replication. طبعا آخر شيء توقفنا عليه اللي هو كانت عملية تكوين الـ replication fork. تمام، وأثناء عملية تكوين الـ replication fork أو بعد فصل الخيطين الخاصات بالـ DNA عن بعض البعض، هنا حتبدأ عملية التصنيع للخيوط الجديدة الخاصة بالـ DNA. فعملية التصنيع للخيطين الجدد الخاصات بالـ DNA هذه تتم عن طريق إنزيم يسمى بالـ DNA بوليميريز. الـ DNA بوليميريز هذا هو الإنزيم المسؤول عن عملية التصنيع للخيوط الجديدة الخاصة بالـ DNA. لكن عملية التصنيع هذه الخاصة بالخيوط الجديدة بالـ DNA يعني محكمة ببعض الأشياء. فأول شيء الخاصة بالإنزيم اللي موجود عندنا اللي هو DNA بوليميريز، أن DNA بوليميريز هذا عنده خاصية اللي هي عملية القراءة، وبعدين عنده عملية التصنيع. فلابد أن يقوم الإنزيم بقراءة التتابع السيكونس اللي موجود على الـ DNA اللي تم فصله، بحيث يعرف شنو هو الكمبلمنتري الخاص به، وعلى أساسه تم عملية التصنيع، وعلى أساسه تم عندي عملية التصنيع. فلازم تكون عندي عملية قراءة قبل، وبعد ما تتم عندي عملية القراءة حنقرأ لنا للنيوكليوتايد السيكونس الخاص بالنيوكليوتايد اللي موجودة عندي. وبعد ما نعرف كل النيوكليوتيد موجودة عندي، حيكون من السهل أننا نوجد الكمبلمنتري الخاص بها، وبالتالي تم عندي عملية التصنيع. فالإنزيم اللي موجود عندنا هذا الدين إيبوليميريز هذا يشتغل بتو ميكانيزم. الميكانيزم الأولى اللي هي عملية الريدينج، والمهم جدا جدا أن عملية الريدينج هذه راهي تتماشى في اتجاه اللي هو الثلاثة خمسة ثلاثة برايم خمسة برايم دايركشن. إذا عملية القراءة حتكون في الاتجاه من الثلاثة للخمسة. عملية القراءة اللي هي من خلالها نعرف شنو هو التتابع الخاص بالنيوكليوتايد اللي موجود عندي. العملية هذه تمشي في مسار اللي هو سميناه خمسة ثلاثة خمسة. إذا عندنا ريدنج، والريدنج هذا يمشي في الاتجاه اللي هو ثلاثة برايم خمسة برايم. بعد ما تتم عندي عملية الريدنج، هنا حتتم عملية السينثيسيس اللي هي عملية التصنيع للخيوط الجديدة الخاصة ب DNA. فهنا حتجد عندنا هذه الميكانيزم الثانية اللي هي عملية synthesized a newly DNA strand only in the 5 prime 3 prime anti-parallel direction. هذه العملية الثانية. فيبقى عندنا العملية الأولى حتكون عملية قراءة حتبدأ من الثلاثة للخمسة، وعندي العملية الثانية اللي هي عملية التصنيع واللي هي حتكون في الاتجاه من الخمسة للثلاثة. هذين الأليتين المهمات جدا جدا، واللي هن من الضروري معرفتهن علشان نعرف الآلية الرئيسية لعمل الإنزيم كيف تكون. فالدين إيبوليميريز عند الأكتيفيتي الأولى هي عملية الريدنج، وعملية القراءة تبدأ في الاتجاه من الثلاثة للخمسة، وعند العملية الثانية الخاصة بالدين إيبوليميريز اللي هي عملية التصنيع، وعملية التصنيع تكون في الخمسة للثلاثة. طبعا لأن نحن تكلمنا على أن الخيطين الخاصات بالدين إي لابد أن يكون في الاتجاه اللي هو الأنتي بارالل، فبالتالي حتبدأ القراءة من الثلاثة للخمسة، وعملية التصنيع حتكون من الخمسة للثلاثة، علشان الخيطين اللي تم تصنيعهم في صورة يعني جديدة يكونن في اتجاهين متعاكسات مع بعض البعض. يعني ممكن علشان توضح معنا أكثر ممكن نأخذ شريحة هنا نرسمه فيها. يعني لو افترضنا أن نحن هذا الخيط الأول من الـ DNA، ونبي نقرأه أو نقرأ التتابع متاعه من الاتجاه ثلاثة برايم إلى الاتجاه الخمسة برايم. تمام، هذا الاتجاه الخاص بعملية الريدنج، هذه عملية الريدنج اللي هي القراءة. لما بتصير عندي عملية تصنيع، التصنيع يكون في الاتجاه من الخمسة إلى الثلاثة. التصنيع حيكون في الاتجاه من الخمسة للثلاثة، حيجد عندي خمسة برايم وحيجد عندي الثلاثة برايم. بحيث لما نجي للبدايات حنلقى هذا بادي بالثلاثة وممتد إلى الخمسة، بينما الخيط الثاني يبدأ من الثلاثة ويمشي في الاتجاه المعاكس له اللي هو خمسة. بحيث أن نحن لما تنتهي عندي عملية الريبليكيشن وينفصلن الخيطين عن بعضهن البعض، خلاص في الحالة هذه لاحظ أن الخيطين اللي نيولي سينثيسايزد دي إن إي ستراند، الخيطين الخاصات بالدي إن إي اللي هو حديث التصنيع، ناتج في صورة أنتي باراليل. أحد الخيطين يبدأ من الثلاثة وينتهي بالخمسة، والخيط الثاني بادي بالخمسة
ومنتي بالثلاثة، فبالتالي يكون أنت برالي لبعض البعض، يعني فيش في صورتين متعاكسات. علشان هيك لابد أن يتم قراءة الخيط الخاص بالدي إن إيه من الثلاثة للخمسة، ولابد أن تتم عملية التصنيع من الخمسة للثلاثة. هذه من أهم المزايا اللي موجودة عندنا في الـ 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 في الإنزيم اللي هو الدي إن إيه بوليميريز. فهذه باختصار يعني العملية اللي موجودة عندي في عملية التصنيع، أن الدي إن إيه بوليميريز عنده تو ميكانيزم، الأولى الريدنج ولازم تكون من الثلاثة للخمسة، والثانية السنثيسايزد واللي هي لابد أن تكون في الاتجاه من الخمسة للثلاثة، ومكتوب عندنا هنا بين قوسين أنها هي أنتي بارالل دايركشن. متبقي عندي ملاحظة مهمة اللي هي أن عملية التصنيع اللي تكون في الاتجاه من خمسة إلى الثلاثة هن عبارة عن خيطين. طالما أني الخيطين هذين اللي بنصنعهم في الاتجاهين من الخمسة للثلاثة، فبالتالي أنا عندي 2 strand نهجات من الريبليكيشن فورك، هن الاثنين حيتم تصنيعهم من الخمسة للثلاثة من الخمسة للثلاثة. فبالتالي عملية التصنيع حتقعد في آليتين أو باتجاهين، حيكون عندي 3-5 direction toward the replication fork، أحد الخيطين حيتم تصنيعه من الخمسة للثلاثة في الاتجاه الخاص بالريبليكيشن فورك، يعني في الاتجاه اللي تم فيه فتح الخيطين عن بعض البعض. وحيكون عندي اتجاه ثاني اللي هو من الخمسة للثلاثة direction away from the replication fork، الثاني حتى هو حيكون تصنيع من الخمسة للثلاثة ولكن حيكون في اتجاه معاكس لاتجاه الريبليكيشن فورك. إذن الخيطين حديثات التصنيع هن الاثنين حيصنع من الخمسة للثلاثة، لأن هذه هي الآلية التصنيع الخاصة بالإنزيم، يقرأ من الثلاثة للخمسة ويصنع من الخمسة للثلاثة. طالما يبي يصنع خيطين، فالخيطين اللي حيتم تصنيعهم أحد الخيطين حيتم تصنيعه في اتجاه الريبليكيشن فورك، والخيط الثاني حيتم تصنيعه في اتجاه معاكس لاتجاه الريبليكيشن فورك. تمام، حيكون في اتجاه معاكس لاتجاه الريبليكيشن فورك. الملاحظة اللي نبغى نضيفها هنا هو أن الخيطين اللي حيتم تصنيعهم اللي هو من الخمسة للثلاثة الأول اللي هو حيكون ماشي في الاتجاه الخاص بالريبليكيشن فورك، هذا حيكون leading strand، يعني خيط متصل ماشي مع بعضه في صورة واحدة، حيصنع من الخمسة للثلاثة بدون ما يتم فصله، حيصنع كخيط واحد مستقيم مع بعض البعض. بينما الخيط الثاني اللي هو حيكون خمسة ثلاثة direction away from the replication fork، هذا اللي هو حيكون عملية التصنيع بتاعها مبتعدة عن الريبليكيشن فورك، يسمى باللاجينج ستراند اللي هو الخيط المتقطع. إذن الأول حيسمى بالليدنج ستراند وهذا الاتجاه بتاعه في اتجاه الريبليكيشن فورك، والثاني حيسمى باللاجينج ستراند واللي الاتجاه بتاعه معاكس لاتجاه الريبليكيشن فورك. حيوضح معنا تو حسب ما هو واضح في الرسم. لو خذينا الشكل اللي موجود عندنا هذا، تمام، يعني لو جينا مثلا نظرنا للرسمة الأولى، تمام، حنلاحظ ان نحن هنا عندنا ريبليكيشن فورك، تمام، وخيطين مفصولات عن بعضهم البعض. تمام، عند الخيط اللي موجود في الاعلى هذا واللي هو يسموا فيه الليدنج ستراند، نلاحظ ان اتجاه التصنيع متاعه وين ماشي؟ اتجاه التصنيع متاعه ماشي ماشي في الاتجاه اللي هو الاتجاه الخاص بالريبليكيشن فورك. والخيط الثاني وين ماشي الاتجاه التصنيع متاعه؟ ماشي في اتجاه معاكس لاتجاه الريبليكيشن فورك. فيبقى أصبح عندي يعني نرسمه بخط أوضح أكثر، هذه ماشية في الاتجاه الخاص بالريبليكيشن فورك، والثاني ماشي في اتجاه معاكس للريبليكيشن فورك. اللي موجود عندي في الأعلى واللي هو ماشي في الاتجاه الخاص بالريبليكيشن فورك هذا يسمى بالليدنج ستراند اللي هو الخيط اللي يصنع في صورة متصلة مع بعض البعض. أصبح عندي شنو تو؟ أصبح عندي الإشكالية كلها في الخيط الثاني، تمام، اللي هو سميناه باللاجينج ستراند. اللاجينج ستراند هذا هو الخيط المتقطع، هذا كيف يتم تصنيعه؟ يعني من الاسم بتاعه انه هو يصنع في صورة قطع. القطع هذين عبارة عن شنو؟ القطع هذين عبارة عن جزئين. الجزء الاول هو عبارة عن RNA primer، هذا الجزء الاول اللي هو باللون الاخضر، تمام، والجزء الثاني، الجزء الثاني هذا عبارة عن جزء من DNA، هذا عبارة عن DNA اللي هو باللون الأزرق. فالجزئين اللي موجودات عندي اللي هو الجزء الأول اللي هو باللون الأخضر والجزء الثاني اللي هو موجود عندي باللون الأزرق، المجموعة هذه كلها مع بعضها يسموا فيها أوغازاكي فراغمنت، تسمى بالأوغازاكي فراغمنت يعني نسبة للعالم اللي هو مكتشفها. الأوغازاكي فراغمنت هذه عبارة عن شنو؟ هذه عبارة عن جزء RNA، يعني هذا شيء غريب شوية في التركيب، أنه هو يحتوي على RNA، تمام،
والجزء الآخر متبقي منه واللي هو باللون الأزرق هذا عبارة عن DNA، عبارة عن DNA. طبعاً شنو الغرض من وجود الـ RNA طالما أننا نبي نصنع، طالما أننا نبي نصنع DNA؟ شنو السبب في وجود الـ RNA برايمر هذا اللي موجود عندي؟ طبعاً الـ RNA برايمر هذا عبارة عن تتابع من النيوكليوتيدات، عادة يكون عددهم ما بين 10 إلى 12 نيوكليوتيدات. شنو الغرض منهن؟ يشتغلن زي البنية أو التركيبة الرئيسية، لأن الإنزيم اللي بيصنع DNA واللي هو اسمه DNA بوليميريز، اللي هو الإنزيم هذا اللي موجود عندي، هذا اللي هو اسمه DNA بوليميريز، الإنزيم هذا لا يستطيع تصنيع DNA من العدم، لازم يكون عندي قاعدة موجودة بيش يبني عليها النيوكليوتايد الخاصة بالDNA. تمام، طالما هو محتاج إلى بنية أو قاعدة رئيسية أو قاعدة أساسية يبني عليها التصنيع متاعها للDNA، فالقاعدة الأساسية اللي هو محتاجها هي عبارة عن الـ RNA برايمر. يعني الـ RNA برايمر هذا يشتغل كقاعدة أو تركيبة بدائية علشان الـ DNA بوليميريز يبدأ يصنع عليها في الـ DNA. طبعاً بعد ما تكتمل عملية التصنيع حيتم إزالة الـ RNA، لأن أنا أساساً صنع في DNA، عندي إنزيمات تعمل على إزالة الـ RNA برايمر واستبداله بجزيئات DNA، وبعدين يتم لحم الخيوط مع بعضها البعض. بس اللي من الشيء المهم هذا واللي لابد من الانتباه له، أن leading strand مشكلته منتهية بالنسبة لنا، لأنه هو يصنع في اتجاه واحد خلاص، هذا ما عادش ينفصل الخيط، هذا ما عادش ينفصل إلى أن يتم فصل الخيطين عن بعضهم البعض ويعني ويكون خيط DNA جديد خاص به. الإشكالية كلها موجودة عندنا وين؟ موجودة عندنا في اللاجينج ستراند. ليش؟ لأنه يصنع في صورة قطع، يصنع في صورة قطع، فبالتالي حنقعد كل ما تزيد معايا الاتساع في عملية الريبليكيشن فورك، أو كل ما تزيد عملية فصل الخيطين عن بعض البعض، حيتم تصنيع جزيء آخر من الأوكازاكي فراغمنت، أو يتم تصنيع قطعة ثانية من الأوكازاكي فراغمنت. يعني نحن لو نجول للتركيبة هذه، لو افترضنا أن هذه ريبليكيشن فورك، تمام؟ هذه الريبليكيشن فورك قاعدة واضحة قدامنا، معلش خلنا نغير اللون. لو خذينا مثلا اللون الأخضر إذا كان واضح، هذه ريبليكيشن فورك هي موجودة عندي، تمام؟ الريبليكيشن فورك هي النهاية متاعها موجودة، الريبليكيشن فورك النهاية متاعها موجودة عندي. فحسب ما هو موجود عندي حيبدأ الهيليكيز، معلش، حيبدأ الدي ان اي بوليميريز يصنع في الخيط متاعها إلى أن يصل في الريبليكيشن فورك، ويبدأ شنو تصنيع معايا أول فراغمنت أو أول قطعة من جزيء الأوكازاكي فراغمنت اللي هو عبارة عن RNA برايمر وDNA. تمام، هذا العملية هذه حتنتهي هنا إلى أن نصل في النقطة هذه من الريبليكيشن فورك، اللي عند نصله وين؟ اللي عند نصله في النقطة الخاصة بالريبليكيشن فورك. بعد ما يصير اتساع للريبليكيشن فورك شن حيصير؟ بعد ما يصير اتساع للريبليكيشن فورك، يعني حيعمل إنزيم الهيليكيز على فتح الخيطين، يعني زيادة فصل الخيطين هذين عن بعضهم البعض. فكل ما يعمل الهيليكيز على فصل الخيطين عن بعضهم البعض، حيستمر الدين اي بوليميريز في التصنيع في الاتجاه. تمام، بالنسبة لللاجينج ستراند هذا اللي موجود عندي في الأسفل، شن يصير له؟ يقول أن كل ما تزيد الاتساع في الخيطين الخاصات بالدين اي، حيبدأ تصنيع جزيء آخر من الأوكازاكي فراغمنت. بي لو زادت الاتساع مرة ثالثة، حيصنع أوكازاكي فراغمنت ثالث، أو حتصنع قطعة جديدة من الأوكازاكي فراغمنت ثالثة. بي لو فصلنا الخيطين أخرى أكثر، حنصنع قطعة رابعة. لو فصلنا الخيطين أكثر، حتصنع قطعة خامسة. بمعنى أن كل ما يزيد فصل الخيطين عن بعض البعض، حنبدأ أنا نزيد في تصنيع الأوكازاكي فراغمنت. يعني هنا توا موجودة عندي قطعة واحدة فقط، حسب ما هو موجود عندنا هنا في الرسمة هذه، ما عنديش إلا قطعة واحدة. بيه لو لو زدنا في عملية فصل الخيطين عن بعض البعض، حنزيد قطعة تانية. بيه لو زدت الفصل أخرى، حنزيد قطعة ثالثة. لو زدت الفصل أخرى، حنبدأ نزيد في قطع إلى أن يتم فصل الخيطين عن بعض البعض. لما ينفصل الخيطين عن بعض البعض، طبعا الخيط اللي موجود في الأعلى قلنا هذا موضوع منتهي أو مشكلته منتهية، لأنه هو موجود في صورة leading strand، يعني متصل مع بعض البعض، خلاص حينفصل ويطلع من نهائيا. لكن حتجد عندي إشكالية في الخيط اللي موجود في الأسفل، لأنه متكون من قطع. فالمطلوب مني في الخيط اللي موجود في الأسفل أن القطع المتكونة هذه لازم نلحمها. فعلشان نلحمها، أول شيء حنعمل على إزالة الـ RNA برايمر اللي هي موجودة عندي باللون الأخضر في الأوكازاكي فراغمنت، ونستبدلها بـ DNA. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن جزيئات الـ DNA اللي استبدلناهن حنحتاجونها إلى إنزيم يسمى بالـ DNA ligase بيش يلحم الخيطين مع بعضهم البعض، وهيك خلاص ننهي قصة القطع اللي كانت موجودة عندي. يعني نحن نصنعهن أول شيء في صورة قطع، وبعدين حندير إزالة للـ RNA ونستبدله بـ DNA، وبعدين في النقطة الثالثة حنلحم الخيوط مع بعضها. ف
فيعني عشان توضح معنا أكثر عملية الريبليكيشن فورك، هذه كانت الريبليكيشن فورك الأولى. لما تتسع شنو حيصير؟ أي هنا في النقطة الثانية صار لها عملية اتساع. فنتيجة لعملية الاتساع، يعني حنجو نرجع من جديد، لو انتبهنا نحن يعني في عملية الاتساع في البداية الريبليكيشن فورك كانت موجودة عندي هنا، وما كانش عندي إلا قطعة واحدة فقط من الأوكازاكي فراغمنت هاي اللي موجودة عندي هنا. لكن شنو صار للريبليكيشن فورك؟ اتسعت أكثر. شنو صار للريبليكيشن فورك؟ اتسعت أكثر. فقلنا كل ما تزيد عند الريبليكيشن فورك يبقى حنزيد في تصنيع الليدنج ستراند في الاتجاه المكمل أو في الاتجاه الخاص بالريبليكيشن فورك. وقلنا حنبدو كل مرة نزيده في قطع من الأوكازاكي فراغمنت. ففي الأول ما كانش عندي إلا قطعة واحدة فقط من الأوكازاكي فراغمنت، لكن لما اتسعت الريبليكيشن فورك شن صار؟ احتاجنا إلى أن نحن نصنع قطعة ثانية، يعني نصنع أوكازاكي فراغمنت ثانية. فهذه كانت القطعة الأولى اللي هي جاية من الريبليكيشن فورك الأولى، وهذه القطعة الثانية اللي هي جاية من الريبليكيشن فورك الثانية. فلو زاد التوا يعني لو 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 إنزيم الهيليكيز هذا اللي موجود عندي لو زاد فصل الخيطين أخرى يبقى الريبليكيشن فورك حتى اتزع. فحنلقى روحي أننا نشتغل على إضافة قطعة ثالثة من الأوكازاكي فراغمنت. لو زادت الريبليكيشن فورك أكثر حنزيد قطعة رابعة من الأوكازاكي فراغمنت، وهكذا إلى أن يتم فصل الخيطين عن بعض البعض. لما ينفصل الخيطين عن بعض البعض الخيط اللي في الأعلى حيطلع بالكامل، والخيط اللي في الأسفل حيكون موجود عندي في صورة القطع. أول شيء حنحول الأوكازاكي فراغمنت، النقطة الثانية أول شيء حنحول الأرن إيه برايمر، معلش حنحول الأرن إيه برايمر قبل. في النقطة الثانية حنستبدلهم بدي إن إيه، وفي النقطة الثالثة حنلحم الخيوط مع بعضها بحيث يفصل عندي، بحيث أنه هو ينفصل الخيط الثاني ويقعد هو عبارة عن دي إن إيه بالكامل. يعني ممكن الصورة هذه توضح الكم الريبليكيشن فورك الأولى كيف تكونت عندي وكيف أن عندي أوكازاكي فراغمنت واحدة، وهذه لما زادت عندي الريبليكيشن فورك زدنا أوكازاكي فراغمنت ثانية. ولاحظوا أن لما زادت الريبليكيشن فورك أيضا حتى الخيط عندي زاد اللي هو في الليدنج ستراند. طبعا هذين عبارة عن سنجل ستراند بايندنج بروتين، هذا دي ان اي بايندنج بروتين، هذا قلنا اللي يعمل على حماية الدي ان اي، هذا عبارة عن انزيم البرايميز اللي هو يصنع في الار ان اي برايمر، وهذا عبارة عن انزيم الهيليكيز. حنجو لرسمة أخرى يعني أكثر وضوح اللي هي موجودة عندي هنا وتوضح كيف تتم العملية كلها بالكامل يعني في رسمة واحدة. فلو نجي للرسمة اللي موجودة عندي هنا تمام وحنوضح عليها للبيانات، فعندنا أول شيء هذا اللي هو عبارة عن إنزيم الهيليكيز، وهذا قلنا حيعمل على فصل الخيطين الخاصات بالدي ان اي عن بعضنا البعض. وطبعا هنا شو مكتوب؟ مكتوب عندنا البيرنتال دي ان اي هيليكس، يعني هذين الخيطين بتاعت الدي ان اي الأصلية. قلنا عملية القراءة حتكون من وين؟ من الثلاثة للخمسة، هذه القاعدة، هذه النيوكليوتيدة رقم ثلاثة أو مجموعة الـ OH رقم ثلاثة اللي موجودة في السكر. حتبدأ في القراءة من هنا تمام. لاحظوا أن نحن عندنا هنا باللون الأزرق جزء صغير اللي هو الـ RNA برايمر، اللي هو قلنا نحن محتاجين لأن الـ DNA بوليمريز ما يقدرش يتكون أو ما يقدرش يصنع DNA من البداية، فيحتاج إلى قاعدة باش يبني عليها. فهذه هي القاعدة اللي هو حيبني عليها. هذا الليدنج ستراند لاحظوا أنه هو يعني موجود في صورة مستمرة وماشي في الاتجاه الخاص بالريبليكيشن فورك، وعندي الخيط الثاني اللي هو موجود في الأسفل اللي هو الليدنج ستراند أو هذا اللاجينج ستراند، هذا الخيط الثاني اللي هو اللاجينج ستراند، وهذا الخيط الأول اللي هو الليدنج ستراند. الليدنج ستراند قلنا يصنع في صورة مستمرة ما ينفصلش نهائيا، قاعد مستمر في التصنيع إلى أن ينفصل الخيطين عن بعض البعض. اللاجينج ستراند هذا قلنا يصنع في صورة قطع، القطع اللي تم تصنيعها في اللاجينج ستراند شو نسميناها؟ سميناها بالأوكازاكي فراغمنت، أو هنا هذه القطعة هذه كلها مع بعضها تسمى بأوكازاكي فراغمنت. من إيش يتكون؟ يتكون من جزء أولي اللي هو الـ RNA برايمر، ويتكون من جزء ثاني اللي هو موجود عندنا هنا باللون البرتقالي اللي هو عبارة عن نيولي سينثيسايز DNA. فالأوكازاكي فراغمنت هذه متكونة من جزئين، متكونة من RNA برايمر ومتكونة من DNA. اتسعت الريبليكيشن فورك أكثر فصنعنا أوكازاكي فراغمنت ثانية، هاي هذه الأوكازاكي فراغمنت الثانية اللي أنا قاعد نصنع فيها. لو زادت الريبليكيشن فورك أكثر حنصنع أوكازاكي فراغمنت ثالثة، ولو اتسعت أكثر حنصنع الرابعة إلى أن يتم فصل الخيطين عن بعضهم البعض. هنا طبعا عندنا اللي هو باللون الأزرق اللي هو الـ RNA برايمر، وعندنا التركيبة هذه اللي نحن ظللنا عليه توب الأحمر، هذا اللي هو البرايميس اللي هو يصنع في الـ RNA برايمر، وعندنا هذين السنجل ستراند دي إن إيه بايندنج بروتين، واللي عندنا باللون الأخضر هذا هو عبارة عن دي إن إيه
بوليمريز. فهذه العملية اللي تتم بالكامل في تصنيع عملية في عملية